رعى اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني حفل ختام فعاليات المخيم الكشفي 29 الذي أقيم في بيت جالة تحت عنوان أهل الأرض. المزيد في رسالة مندوبتنا في القدس مارلين الحدوي. نقول فيها شمسنا لا تغيب. احتفلت المجموعة الكشفية الأرثوذكسية العربية البيت جالية باختتام فعاليات مخيمها الكشفي التدريبي 29 والذي استمر لمدة أسبوع. وقد أقيم المخيم على أراضي المخرور في بيت جالة بمحافظة بيت لحم، وهي أراضي مهددة بالمصادرة من قبل السلطات الإسرائيلية، حيث حمل المخيم عنوان أهل الأرض. وأقيم تحت رعاية اللواء جبريل رجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس جمعية الكشاف الفلسطيني، وعطوفة محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، وبحضور رئيس بلدية بيت جالة السيد نيكولا خميس، والأباء الأجلاء والقائد الكشفي محمد سوالمة نائب رئيس جمعية الكشاف الفلسطيني، وممثلو الأجهزة الأمنية ورؤساء المفوضات وقادة الكشاف والجمعيات والمؤسسات، وجمع غفير من أهالي البلدة. ابتدأ الاحتفال بالترحيب بالحضور، تلاها كلمات عديدة وكلمة لقائد المجموعة القائد خالد القسيس وقراءة من الإنجيل المقدس، بالإضافة إلى فعاليات أخرى متعددة ومنها توزيع الأوسمة والباجات وتكريم الداعمين وإنزال العلم وأغنية الوداع. كشافة العرب المجيد الله يرعانا، كشافة العرب المجيد الله يرعانا، إلهنا الذي يرى تماسك الأكتاف، هيا إلى اللقاء غدا، هيا إلى اللقاء، هيا إلى اللقاء غدا، هيا إلى اللقاء، عهدا على الوفا نجدد العهد معا، عهدا على الوفا. كشافة العرب المجيد وداعنا حانا، كشافة العرب المجيد وداعنا حانا. طبعا المخيم يوجد برنامج معد من قبل قيادة المجموعة للمخيم، وهذا البرنامج يشمل الأعمال الريادية، يشمل الرحلة الخلوية، يشمل المحاضرات، يشمل الألعاب الجماعية لخلق جيل قيادي متعاون لقيادة المجموعة في المستقبل. طبعا في هذا الأرض وفي هذا المخيم يتم الاعتماد كل فرد على نفسه، يقومون بالطهي، بالغسيل أواعيهم، طهي أكلهم من خلال مواقد النيران اللي تعاد على الطريقة الكشفية. في النهاية بحب أشكر محطة النور سات على هذا اللقاء، نتمنى لهم التوفيق ونشكرهم على تغطيتهم المستمرة، لأنه احنا متابعين هاي المحطة على تغطيتهم المستمرة لكافة الفعاليات الكشفية والدينية. إحنا كقائدات ومرشدات في المخيم بيكون عندنا دائما برنامج بنعمل في الخيام، بنسوي أشياء قدام الخيام. إحنا بنخلي البنات يخيموا بشكل مثلهم مثل الشباب، عشان كمان يتعلموا الثقة بالنفس والاعتماد على الذات، ونعزز فيهم الروح الوطنية، ويعني نقربهم من الطبيعة أكثر. ومخيم هون مع المجموعة الأرثوذكسية البيت الجالية عشان نتعلم كتير شغلات، منها حب الوطن والاعتماد على النفس، واني اتعلم اني اقدر اعيش واتكيف في اي بيئه بنحط فيها، وبتعلم كثير مهارات منها التواصل والقياده والرياده والاشياء هاي. واكيد بحب الارض المخرور لانه محميه، هي ارض طبيعيه وكثير حلوه. هذه لحظات يعني من اسعد اللحظات ومن اصعب اللحظات في نفس الوقت التي ننهي ونختتم فيها مخيم اهل الارض الذي نظمته المجموعة الأرثوذكسية العربية البيت الجالية. هذا المخيم يعني ما يميزه أنه يقع في منطقة مهددة بالمصادرة، واجهت عملية التخطيط فيه يعني عديد من الصعوبات،
منها تأمين الطريق بالأساس إلى المخيم، صعوبة الأرض، توفير الكهرباء، الماء. رغم هذه التحديات صحيح أنه عزيمة وإصرار الشباب المشاركين والقيادة اللي على رأس هذا المخيم تجاوزت كل الصعوبات بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية في بيت جالة. من هذا المقام يعني نيابة عن قيادة الكشافة الفلسطينية وعن الأسطول الكشفي الفلسطيني الممتد على ربوع الوطن وفي الشتات، بنوجه تحياتنا للكشافين وأهلنا في الأردن اللي هم يعني بيشاهدوا هذه التجربة المليئة بالتحديات واللي بتأشر على تحدي وإصرار وصمود الكشاف الفلسطيني في أصعب الظروف. رسالتنا للشباب الفلسطيني الكشافة والمرشدات الفلسطينيين أنه يرفعوا سقف الأمل ويرفعوا مستوى التحدي إلى أعلى الدرجات. المرحلة القادمة في فلسطين مليئة بالتحديات، وبالتالي مطلوب منا العزيمة والإصرار حتى نستطيع أن نوفر بيئة آمنة وصحية من الناحية الاجتماعية لكل كشافينا وكل مرشداتنا وكل شبابنا في فلسطين. وبنقول للمجموعة الأرثوذكسية العربية أنه كل عام وانتم بخير، والعام القادم نعود للمخرور وهي أراضي آمنة ويعني تحت سيطرة أصحابها. وتضمن برنامج المخيم التدرب على المهارات والفنون الكشفية والانخراط بشكل أكبر في مبادئ وأهداف الحركة الكشفية والاعتماد على النفس والعيش في حياة الخلاء ضمن نظام برنامج الطلائع وحب العمل التطوعي من خلال المحاضرات والفعاليات والألعاب والأنشطة الكشفية المختلفة وحفلات السمر والرحلات الخلوية. وتعد الحركة الكشفية منذ تأسيسها وحتى اليوم رمزاً من رموز الحركة الوطنية، فهذه هي الجهود التي بذلتها المجموعة الكشفية الأرثوذكسية العربية البيت جالية بتنظيم هذا المخيم وإخراجه بالشكل الذي يليق للمجموعات الكشفية في فلسطين، وهذا نابع من المدينة التي خرج منها السيد المسيح له المجد المرشد الأول بأخلاقه ومبادئه، وهي مصدر فخر للحركة الكشفية في فلسطين. للنورسات مارلين الحدوى من أراضي المخرور بيت لحم.